الرئيس السيسي يتبادل التهاني مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر. الرئيس السيسي يؤكد أمام منتدى الاقتصادات الكبرى أهمية وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها بشأن تمويل العمل المناخي. وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري للاتحاد الأفريقي حول الوضع في السودان ويؤكد ضرورة إعطاء الأولوية للحفاظ على مؤسسات الدولة. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وأعرب الرئيس السيسي في برقياته لأشقائه من زعماء الدول العربية والإسلامية عن أصدق تهانيه القلبية وأطيب تمنياته لهم ولشعوبهم الشقيقة، داعيا الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا وأن يعيده عليهم بالخير واليمن والبركات وعلى جميع الشعوب العربية والإسلامية بالمزيد من التنمية والتقدم والازدهار. كما بعث رئيس الجمهورية برقية تهنئة إلى الجاليات المصرية المسلمة في الخارج نقلتها سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم بمناسبة عيد الفطر المبارك. وتلقى الرئيس السيسي برقيات تهنئة بحلول العيد من كبار رجال الدولة، أعربوا خلالها عن أصدق تهانيهم للرئيس وأطيب تمنياتهم لمصرنا الحبيبة بدوام التقدم والرقي والرخاء. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع شقيقه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. وخلال الاتصال توجه الرئيس السيسي إلى شقيقه العاهل الكويتي بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربا عن خالص تمنياته بالرخاء والازدهار لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا. من جانبه أعرب العاهل الكويتي عن امتنانه للتهنئة وتقديره للرئيس، متمنيا لمصر حكومة وشعبا كل تقدم وازدهار وسلام. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس الجزائرية عبد المجيد تبون. وقد تقدم الرئيس السيسي بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، معربا عن خالص تمنياته للجزائر وشعبها الشقيق بدوام الاستقرار والتقدم. ومن جانبه أعرب الرئيس الجزائري عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنيا لمصر حكومة وشعبا كل التوفيق والازدهار. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس التونسي قيس سعيد، حيث توجه الرئيس السيسي بالتهنئة لشقيقه الرئيس التونسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وأعرب الرئيس السيسي عن تمنياته بأن يعيد الله العلي القدير هذه المناسبة المباركة على تونس والأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، وأن يديم على الشعب التونسي نعمة الأمن والاستقرار. من جانبه أعرب الرئيس التونسي عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه الرئيس السيسي على هذه اللفتة الأخوية، متمنيا لمصر وشعبها دوام الأمان والتقدم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الذي أعرب خلال الاتصال عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا لمصر حكومة وشعبا كل الخير والتقدم والرخاء. هذا وأعرب الرئيس السيسي عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة، داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على اليمن الشقيق والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركة. بركات.
كما أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا مع جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وأعرب الرئيس السيسي عن أمنياته أن يعيد الله هذه المناسبة على مملكة البحرين الشقيقة وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. ومن جانبه أعرب العاهل البحريني عن خالص تقديره للرئيس السيسي على تهنئته الكريمة متمنيا لمصر قيادة وشعبا كل الخير والازدهار. وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وتقدم العاهل الأردني بدعواته لله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر قيادة وشعبا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل سوء. وقد أعرب الرئيس السيسي عن خالص تقديره عن هذه التهنئة الكريمة من أخيه جلالة الملك الأردني متمنيا للشعب الأردني الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لتبادل التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين الله عز وجل أن يعود على البلدين والشعبين الشقيقين بكل تقدم واستقرار، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية والإنسانية كلها بالسلام والأمن. كما تطرق الاتصال إلى جهود الحثيثة للبلدين لتهدئة الأوضاع في السودان الشقيق ووقف التصعيد والعودة للحوار واستعادة المسار السياسي في ضوء دعم مصر والإمارات للشعب السوداني الشقيق في جهوده لتحقيق تطلعاته نحو تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد. تقدم فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بأطيب التهاني وأصدق الأماني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وللأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا الله عز وجل أن ينعم على الأمة العربية والإسلامية بالوحدة والرفعة والسلام. وبهذه المناسبة الطيبة دعا شيخ الأزهر جموع المسلمين في العالم إلى اغتنام هذه المناسبة المباركة من العمل على قضاء حوائج الناس والاجتهاد في إدخال الفرح والسرور على غير القادرين. كما دعا جموع المسلمين إلى رأب الصدع وحقن الدماء التي حرمها الله تعالى ونبذ كل أشكال الفرقة والشقاق وإعلاء قيم الأخوة الدينية والإنسانية. تقدم رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بالتهنئة للرئيس السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك. وأعرب زين عن تمنياته في أن يكلل جهود الرئيس السيسي المخلصة بالنجاح في مجابهة كل التحديات التي تواجه الدولة، وأن يحفظ الله تعالى على مصر الأمن والأمان والاستقرار. كما تقدم زين بخالص التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء وكافة مسؤولي وكبار رجال الدولة ومجلس الهيئة الوطنية للإعلام، داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء. تقدمت السيدة انتصار السيسي بالتهنئة بعيد الفطر المبارك داعية الله في تدوينة لها على صفحتها الرسمية أن يعيد عيد الفطر على المصريين والأمة العربية والإسلامية بالخير والسلام. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن جدول أعمال قمة منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ يعكس عددا من العناصر التي تضمنتها خطة شرم الشيخ للتنفيذ. وخلال كلمته أمام قمة المنتدى شدد الرئيس السيسي على أهمية وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها المتعلقة بالعمل المناخي. أتوجه في البداية بالشكر لفخامة الرئيس جو بايدن لدعوته لهذه القمة لمنتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ التي يعكس جدول أعمالها عددا من العناصر التي تضمنتها خطة شرم الشيخ للتنفيذ التي تم اعتمادها في قمة COP27 في مصر، والتي هدفت إلى تحقيق التوازن المطلوب بين رفع الطموح وتحقيق التنفيذ، مع المطالبة بتنفيذ إجراءات ملموسة على رأسها التوسع في نسبة الطاقة المتجددة وتسريع وتيرة خفض الانبعاثات الميثان. وفي هذا الإطار أشدد على أهمية توافر وسائل التنفيذ
لا سيما من خلال وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة البناء على الزخم الراهن للتعامل مع التحدي الوجودي المرتبط بتغير المناخ، وخلال كلمته أمام قمة منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة وتغير المناخ، أعرب الرئيس السيسي عن تطلع مصر لنجاح قمة COP28 في دولة الإمارات، بما يدعم تحقيق هدف الحفاظ على متوسط ارتفاع حرارة الكوكب. ترى مصر ضرورة البناء على الزخم الراهن للتعامل مع التحدي الوجودي المرتبط بتغير المناخ، وتطلع لأن تكون قمتنا القادمة في دولة الإمارات العربية الشقيقة قمة ناجحة بكل المقاييس، بما يدعم تحقيق هدف الحفاظ على متوسط ارتفاع حرارة كوكبنا كما ورد في اتفاق باريس، والعمل على تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وبما يسهم في تسريع وتيرة التحول الاقتصادي والتنموي المطلوب، ويسمح بحشد الدعم المالي والتقني وتعزيز الابتكار لتحقيق الأهداف المرجوة. We'll be right back.
قالت القوات المسلحة أنها قامت اليوم بالتنسيق مع الجهات السودانية المعنية والدول الصديقة والشقيقة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان، وذلك لتأمين وصول باقي عناصر القوات المسلحة المصرية لمقر السفارة المصرية تمهيدا لإجراءات إخلائهم من الأراضي السودانية فور استقرار الأوضاع وتوفر الظروف الأمنية المناسبة لعودتهم لأرض الوطن. وأوضحت القوات المسلحة أنها قامت أمس باتخاذ كافة إجراءات التنسيق اللازمة مع السلطات السودانية لهبوط 3 طائرات نقل عسكرية مصرية في إحدى القواعد الجوية بالأراضي السودانية، وذلك للقيام بمهمة إخلاء القوات المصرية في ظل إجراءات تأمين شامل للقوات والإقلاع من الأراضي السودانية عبر 3 رحلات متتالية لمعظم عناصر القوة والعودة بهم إلى إحدى القواعد العسكرية الجوية المصرية بالقاهرة. وأكدت القوات المسلحة على صحة وسلامة كافة العناصر المصرية التي وصلت إلى أرض الوطن وكذا المتواجدة بالخرطوم. أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة الاستمرار في تشجيع الأطراف السودانية على الاستماع لصوت العقل وحقن دماء الشعب السوداني من خلال تطبيق وقف فوري وسريع لإطلاق النار. وخلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الهولندي، استعرض شكري جهود مصر واتصالاتها مع مختلف الأطراف للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار. ومن جانبه أعرب الوزير الهولندي عن تقدير بلاده لجهود مصر بهذا الصدد، معربا عن قلق بلاده العميق من تأثير العمليات العسكرية على المواطنين السودانيين والرعايا الأجانب هناك. كما طالب الوزير الهولندي بالتنسيق مع مصر من أجل الإسهام في توفير الحماية للرعايا الهولنديين في السودان، وهو ما رحب به شكري. أكد وزير الخارجية سامح شكري دعم مصر للتوصل لوقف إطلاق النار في السودان، وحث الطرفين على عدم التصعيد. جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الخاص للاتحاد الأفريقي حول الوضع في السودان، حيث شدد وزير الخارجية على ضرورة إعطاء الأولوية حاليا للحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنعها من الانهيار، مؤكدا عدم جواز التعامل مع المؤسسات الرسمية للدولة على قدم المساواة مع الكيانات غير التابعة للدولة. كما أكد شكري استمرار جهود مصر الرامية لدعم عودة الاستقرار للسودان، وشهد الاجتماع توافق المشاركين على أهمية حماية البعثات الدبلوماسية والرعاية الأجانب الموجودين في السودان، فضلا عن أهمية العمل على فتح ممرات إنسانية للنازحين والعودة الفورية للحوار والمفاوضات. جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مناشدته الأطراف في السودان وقف إطلاق النار في أيام عيد الفطر المبارك بما يسمح للمدنيين بالتقاط الأنفاس وقضاء حاجاتهم الإنسانية. جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع دولي عن بعد حول الأوضاع في السودان بتنظيم من الاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى ضرورة الانخراط الجاد من أجل تحقيق وقف لإطلاق النار يتم احترامه ويسمح بفتح ممرات إنسانية واستعادة المسار السلمي، مع التأسيس لمرحلة جديدة لتلبية طموحات الشعب السوداني وتعزيز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف إطلاق النار ل3 أيام في السودان خلال عيد الفطر، وعقب اجتماعه مع الأمين العام لجماعة الدول العربية ورئيس الاتحاد الأفريقي وعدد من المنظمات ذات الصلة. دعا غوتيريش إلى السماح للمدنيين المحاصرين في مناطق الصراع في السودان بالفرار وطلب العلاج والغذاء والإمدادات الأساسية الأخرى. حثت منظمة الصحة العالمية جميع الأطراف في السودان على وقف إطلاق النار للسماح بحصول المدنيين على الرعاية الطبية عند الحاجة. وفي مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، دعا المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أحمد المنظري إلى فتح ممر إنساني للعاملين في مجال الصحة كي يتمكن المسعفون من أداء مهامهم. ندعو جميع الأطراف إلى تنفيذ توقف إنساني مستدام في أقرب وقت ممكن لكي يتمكن أولئك المحاصرون بسبب القتال من البحث عن الملاذ، وليتمكن المدنيون من الحصول على الغذاء والمياه والأدوية وغيرها من المواد الأساسية، وليتمكن أولئك المحتاجون إلى الرعاية الصحية من التماس الرعاية التي يحتاجون إليها. والحرب تلقي بآثارها على جميع جوانب الحياة، ولا ينتهي الأمر عند الإصابات المباشرة من جرائها، والعواقب السلمية على الصحة يمكن أن تكون طويلة الأجل.
قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن الرئيس جو بايدن يتابع تطورات الوضع في السودان عن كثب. وأوضح المسؤول الأمريكي أن وزارة الدفاع الأمريكية تمضي قدما في إعادة التمركز لبعض القوات العسكرية بالقرب من السودان فقط لأغراض الطوارئ، وأكد أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن إجلاء الأفراد الأمريكيين من السودان، داعيا الأطراف في السودان إلى وقف العنف والسماح بوصول المساعدات الإنسانية. Military forces and capabilities nearby just for contingency purposes in case they would be needed for any kind of evacuation. But again, no decision has been made on that. The focus right now is on urging both sides to stop this violence, to abide by a ceasefire, to allow humanitarian aid to get to people that are أكد الجيش السوداني عدم وجود صلة بين الدخول في هدنة لأسباب إنسانية والرفض الحازم والحاسم للدخول في تفاوض مع قوات الدعم السريع. وفي بيان له أكد الجيش السوداني أنه لا تفاوض مع قوات الدعم السريع إلا على التسليم الكامل أو التحطيم الشامل بحسب البيان، لافتا إلى ضرورة عدم وجود أي قوات مسلحة خارج منظومة الجيش خلال الفترة المقبلة. وفي سياق متصل أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قرارا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الخاص بضم قوات حرس الحدود لقوات الدعم السريع. أعلن الجيش السوداني توجيه ضربات جوية مركزة ضد أرتال عسكرية لقوات الدعم السريع كانت في طريقها إلى العاصمة الخرطوم. وأضاف الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع تكبدت خسائر فادحة، مشيرا إلى وجود تدمير واضح على مستوى المنشآت والمرافق المدنية، ومحملا الدعم السريع مسؤولية هذا الدمار. ويأتي ذلك فيما أفادت وسائل الإعلام بانتشار عناصر من قوات الدعم السريع في عدد من المناطق القريبة من مطار الخرطوم في ظل تواصل الاشتباكات بين الطرفين، لا سيما بعد انتهاء الهدنة التي استمرت مدة 24 ساعة. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ لمساعدة كييف على تجاوز تحفظات بعض الدول الأعضاء على تقديم أسلحة بعيدة المدى إلى كييف لمواجهة العملية العسكرية الروسية. وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع ستولتنبرغ أن الوقت قد حان لحلف الناتو لدعوة كييف للانضمام إلى صفوفه. ومن جانبه شدد ستولتنبرغ على ضرورة أن يضمن الناتو تغلب أوكرانيا على روسيا، مشيرا إلى أن مسألة انضمام أوكرانيا إلى الناتو ستناقشه في قمة فيلنيوس. У постачання деякої зброї, саме далекобійної, сучасної авіації, артилерії, бронетехніки. تعهد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي يانس ستولتنبرغ مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني خلال زيارته إلى كييف، قال المسؤول الأوروبي إن حلفاء الناتو أجروا حتى الآن تدريبات عسكرية لعشرات الآلاف من القوات الأوكرانية، كما منحوا كييف مليار يورو من المساعدات العسكرية وحدها. ودعا الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي زيلينسكي للمشاركة في قمة الناتو بالعاصمة الليتوانية خلال شهر يوليو المقبل.
أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة سترسل قريبا مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 325 مليون دولار وتشمل قذائف مدفعية. ومن جانبه أوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بأن حزمة المساعدات الأمنية ستتضمن المزيد من الذخيرة لصواريخ من تراز هي مارس وطلقات مدفعية، وذلك بالإضافة إلى الأنظمة المضادة للدروع والأسلحة الصغيرة ومركبات الدعم اللوجستي ودعم الصيانة. وأكد بلينكن إن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا من شأنها أن تمكن كييف من الاستمرار في الدفاع عن نفسها بشجاعة في مواجهة العملية العسكرية الروسية غير المبررة على حد وصفه، مشددا على مواصلة وقوف بلاده مع أوكرانيا ودعمها لمواجهة الحرب الروسية المستمرة. من جهة أخرى، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تعتبر أي إمدادات لأسلحة لأوكرانيا خطوة معادية لروسيا بشكل علني. جاءت تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية في سياق تعليقها على تصريحات رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بشأن عمليات تسليم محتملة لأسلحة كورية جنوبية إلى أوكرانيا. или каких-то, не знаю, других структур, которые за этим стоят вокруг этой ситуации. Видимо, они считают, что если они будут, как это называется, громче шуметь, улюлюкать, свистеть, то что-то как-то им это поможет. Но они, наверное, забыли опыт даже своего предыдущего. أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين على أن الولايات المتحدة تريد علاقة اقتصادية بناءة وعادلة مع الصين في وقت تتمسك واشنطن بموقفها في الدفاع عن أمنها القومي. وجاءت تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية في كلماتها بجامعة جون هوبكنز بواشنطن. وأضافت وزيرة الخزانة أن واشنطن ستواصل الشراكة مع حلفائها ردا على ممارسات بكين الاقتصادية غير العادلة على حد وصفها. A few weeks ago, the United States took decisive action to strengthen public confidence in the banking system after the failures of two regional institutions. The U.S. banking system remains sound, and we will take. أعلن البنك المركزي الأمريكي أن الإقراض تباطأ في أنحاء عدة من الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة في خضم اضطرابات يواجهها القطاع المالي أطلق شرارتها انهيار مصرف سيليكون فالي. وكشف المركزي الأمريكي في تقريره الدوري حول الأوضاع الاقتصادية بالولايات المتحدة عن أن حجم الإقراض والطلب على القروض عامة تراجع في كل أنواع قروض المستهلكين والشركات. وأضاف البنك الأمريكي أن المقاطعات عدة أشارت إلى أن هناك تشديدا من مصارف عدة لمعايير الإقراض وسط حال متزايد من عدم اليقين ومخاوف بشأن السيولة. أبدأ السيد أجاي بانجا المرشح الأمريكي لرئاسة مجموعة البنك الدولي حرصه على الاطلاع على التجربة المصرية في مجال التنمية وبرنامج مبادلة الديون ومناقشة إمكانية تطبيق التجربة في العديد من الدول النامية والناشئة. وخلال لقائه مع وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، أعرب المرشح الأمريكي عن تطلعه لزيارة مصر في الفترة المقبلة والتعرف عن قرب على التجربة المصرية ودفع العمل المشترك للاستفادة من النماذج التنموية المنفذة. هذا وبحثت المشاط مع المرشح الأمريكي خارطة طريق تطور مجموعة البنك الدولي التي كانت محل العديد من المناقشات الرئيسية خلال اجتماعات الربيع لعام 2023. تستعد الفنادق والمنتجعات السياحية في محافظة البحر الأحمر خاصة مدينة الغردقة لاستقبال السياحة الداخلية، حيث تشهد الفنادق وصول أعداد كبيرة من النزلاء لقضاء العيد على شواطئ البحر الأحمر ومدينة الغردقة. وتخطت الإشغالات السياحية داخل الفنادق خلال العيد نسبة 75% رغم ارتفاع أسعار الغرف السياحية المختلفة، حيث ارتفعت بنسبة ما بين 50% و60%. شهدت محال بيع الكعك والبسكويت بالغردقة إقبالا كبيرا من أهالي المدينة السياحية والوافدين الأجانب. وحازت المحال الموجودة بمنطقة ممشى الغردقة
على أعلى نسبة من الزوار من أهالي المدينة، بالإضافة إلى السياح الذين شاركوا المصريين الاحتفال بأعيادهم. ومع ارتفاع نسبة الإشغال بالمدينة السياحية إلى 70%، زادت نسبة المعروضات من حلوى العيد وتنوعت الأصناف، ولا سيما مع إعلان العديد من الجهات تنظيم عدد من الحفلات المختلفة بالفنادق المختلفة خلال العيد في عدة مناطق مثل الجونة وسهل حشيش. في عندنا رواج الحمد لله رب العالمين، عندنا تشكيلة كبيرة جدا متنوعة من المخبوزات، عندنا كحك العيد، وعندنا البيتي فور، عندنا البسكوت سواء عجوة سواء بسكوت شوكولاتة، عندنا الكحك بأنواعه، البيتي فور بأنواعه بالمكسرات وبالملبن والمربى وجوز هند وفارماسيل والحاجات دي كلها. طبعا باجي اخد حاجات من كام سنة، من كذا سنة بشتري حاجات الشرقي اللي هو الحلويات الشرقية، باخدها معايا برا بديها كهدايا، وانا طبعا بستخدمها وانا باكلها برضو، الطعم مصري اصيل، السكر مظبوط اول بالنسبه للناس اللي بره اللي هو فيه كتير ولا قليل، مظبوط جدا، الكواليتي كويسه عجباني عشان كده انا باجي اشتري من هوت، والسعر مناسب صراحه، جميله جدا، والمكان بيهتموا جدا بجوده المنتجات بتاعه العيد، وانا باجي اشتري باستمرار من هنا، يعني بصراحه الناس محترمه جدا. اشتريت بسكوت وكحك، وامبارح اشتريت غريبه وبيت الحاجات بقى سابلي والحاجات دي، بس الناس محترمه جدا، ونتمنى انهم يستمروا على كده على طول. يعني بمناسبة الاحتفالات بالأعياد، تشهد مبيعات التسالي انتعاشا كبيرا في مختلف المحافظات، ومن بينها محافظة الوادي الجديد، حيث شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين واستعدادات في مختلف المحلات لتوفير البضائع وتلبية احتياجات الزبائن في هذا الموسم. بحلول عيد الفطر المبارك تنتعش مبيعات التسالي على مستوى الجمهورية، مع ارتباط احتفالات العيد والزيارات العائلية والمناسبات السعيدة بتقديمها على موائد العائلات. ففي محافظة الوادي الجديد شهدت عدة محال للتسالي والمكسرات والحلوى إقبالا كبيرا من المواطنين. من أفضليات عيد الفطر عندنا دي عادات وتقاليد من قديم الأزل، يعني ورثنا أبا عن جد، بأنه لازم يكون متواجد على مائدة العيد المقرمشات واللب والسوداني والترمس وما أشبه ذلك. يعني طبعا مع اختلاف الوقت والزمن بدأ في تطور في موضوع التسالي، زي ما احنا شايفين خلفنا كده بالظبط، أنواع كتيرة جدا دلوقتي مختلفة عن زمان، بخلاف كمان موضوع الترمس ده مفيد جدا، بس للأسف ان في بعض الناس لحد دلوقتي بدأوا يعني يتجاهلوا موضوع الترمس رغم انه أساسي جدا جدا في موضوع التغذية. في المناسبات والعطلات تزداد وتيرة الشراء، كما شهد هذا العام توالي الاحتفالات بالأعياد الذي بدأ بعيد القيامة المجيد وشم النسيم فضلا عن عيد الفطر المبارك. بنسوي سوداني وفول وتسالي ومرمشات وكل سعر الجملة، وديك شايف الإقبال علينا عامل إزاي، وربنا يجعل عيد سعيد على الجميع كله يا رب. محل التسالي تحرص في مواسم الأعياد على توفير البضائع التي تلبي أذواق واحتياجات الزبائن. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع الشيخ تميم بن حمد بن خليفة الثاني أمير دولة قطر، حيث تقدم الرئيس السيسي بالتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يعيده على دولة قطر وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. ومن جانبه أعرب أمير دولة قطر عن الشكر للرئيس السيسي على تهنئته بهذه المناسبة الجليلة، معربا عن خالص تمنياته لمصر حكومة وشعبا بالتقدم والازدهار، وللأمتين العربية والإسلامية بالأمان والسلام. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الأمير فهد بن سلطان بن ابن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة تبوك بالمملكة العربية السعودية، وذلك للتهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، معربا عن تمنياته لمصر حكومة وشعبا بدوام الخير والازدهار. هذا وأعرب الرئيس السيسي على التقدير والامتنان لهذه اللفتة الكريمة، متمنيا للشعب السعودي الشقيق والأمة العربية والإسلامية كل الرخاء والأمن والاستقرار. ما
نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قرية أم الرضا الجديدة مركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط. يأتي ذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وأكد وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور السيد عبد الجواد أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، ومشاركة هيئة التعليم الكبار بإجراء امتحان لمحو الأمية لعدد من الدارسين خلال القافلة، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا. القافلة العلاجية وضمن مبادرة حياة كريمة موجودين النهاردة في قرية أم الرضا الجديدة التابعة لمركز كفر البطيخ. القافلة العلاجية من الخدمات المميزة لوزارة الصحة واللي بتستهدف فيها الأماكن البعيدة عن المستشفيات المركزية لتقديم خدمة طبية متميزة، إلى جانب كمان الخدمة المقدمة مجانية تماما بداية من قطع التذكرة وحتى انتهاء الخدمة. القافلة العلاجية بيتم الإعداد ليها بفترة مناسبة بحيث إن احنا نقدر نجهز المكان اللي هيقام فيه القافلة ونحدد العيادات اللي هتبقى موجودة والتخصصات اللي هتبقى موجودة بناء على الداتا الموجودة مسبقا من القوافل اللي قبل كده، بنحدد الاحتياجات الصحية للمكان، بنوفر الدواء المطلوب، بنوفر زي ما قلت التخصصات والتحاليل والأشعة اللي احنا محتاجينها عشان نقدر نقدم خدمة متميزة يستفاد منها أكبر عدد من أهل القرية. عندنا كفيلة على مستوى عالي، إشعة وتحليل ورمض وعظام وعلى جميع الأنواع، ويشكر سعادة الرئيس متابع معانا كل شهر بهذا النظام، وناس على مستوى عالي وكفيلة من أحسن ناس، وربنا يخليك لنا يا رئيس. كفيلة حلوة بالصلاة على النبي، يعني بتعمل لنا إنتاج حلو والله، وبتقرب علينا المسافات، وإحنا ناس كبرنا كده وما لناش بنقدر نروح ولا نيجي، وكويس قوي اللي انتوا بتبعتوا لنا الكفيلة على حدنا وبصرفوا لنا عليك حلو، والحمد لله يعني كتر خير الرئيس والله اللي هو بيعمل لنا الحاجات دي. يعني انا جيت النهارده القافله الطبيه ما شاء الله مقابله، يرحبوا بالناس، مقابله كويسه، ناس محترمه، كل حاجه مجانيه، كشفت رمض، الدكتور طمنا على عيني لان انا بيظهر لي ذبابه طائره كده في عيني علشان عامل عمليه مركب عدسه، فالدكتور طمني الحمد لله اللي دي حاجه عاديه وهتروح لوحدها وكتب لي على علاج. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجة الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.
ومن أحوال الطقس إلى نهاية نشرة الأخبار وتذكير بأهم العناوين. الرئيس السيسي يتبادل التهاني مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أمام منتدى الاقتصادات الكبرى أهمية وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها بشأن تمويل العمل المناخي. وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري للاتحاد الإفريقي حول الوضع في السودان ويؤكد ضرورة إعطاء الأولوية للحفاظ على مؤسسات الدولة. انتهت نشرة التاسعة، ولكن التاسعة مستمرة مع حضراتكم ومع شفكي المنيري. كل سنة طيبة. مساء الخير يا أميرة، مساء الخير يا سحر، كل سنة وانتم طيبين. أهلا بيكي. كل سنة وبألوانكم المبهجة دي. نبدأ كده إن شاء الله العيد حلو، إن الواحد يشتغل في ليلة العيد. ألوانك كمان رائعة، كلنا لابسين ألوان مبهجة جدا في ليلة العيد. ألوان العيد مبهجة كده، يعني نستبشر إن شاء الله خير في الأيام اللي جاية كلها. إن شاء الله عيد سعيد. العيد العيد دايما الناس بتقول مبهج وأطفال، أنا بحس إن الكبار أكتر هم كمان بيحبوا العيد والبهجة والناس بنبقى مستنيينه يمكن. أكيد طبعا. يعني كل سنة وانتم طيبين، يجعل أيامكم دايما بهجة. سحر وأميرة، وعيد سعيد عليكم وعلى كل صناع نشرة التاسعة. مشاهدينا الكرام، تفضلوا نبدأ الآن برنامج التاسعة.